انا المشكل ديالي هو الوالده ديالتي الله يرحمها ولدتني عندها 17 عام، عطاتني لجدة. ملي عطاتني لجدة، جدة بنت درب، الوالده في درب واحد هي والوالد ولاد الدرب. وملي ربتني جدة كانت عندي 25 يوم، تولدت دابا عندي 29 عام. ما شتني انا دابا شي 18 يوم، جات واحد خالتي من شارودانت ريحات معانا. جيت واحد الليلة للدار، المهم بديت كنغوت انا وياهم، كنت سكران، بديت كنغوت انا وياهم، شدوني كتفوني، بقاو عليا بالعصا بالزراود، جابوا لي البوليس، دوني البوليس السبيطار. ما عرفونيش بانني مهرس من فمي، ديك الساعه ما كانش باين عليا الهرس. بنت يومين في كوميساريه، نهار تالت تدس عند جلالة وكيل الملك، شافني خرجني حيت شافني من فوق بزاف في وجهي، قال لي خصك دير شكاية. مشيت درت شكاية، دفعت شكاية لوكيل الملك، هما يا هربوا لشارودانت، بغاو يخرجوني من الدار، حيت بغاو يخرجوني من الدار، هادشي علاش ضربوني وكتفوني وبقاو عليا بالزراوط. هي ولدها، هي كتفاتني معاه، هو ولدها كان كيضربني، هي ضربتني بالعصا هنايا ديال الكراطة، وولدها هو اللي ضربني هنايا وهرسني من فمي. عندي السيرشة فيك الأولى فيها 35 يوم، والسيرشة فيك الثانية فيها 60 يوم، وبقى ليا 2 عمليات خاصني نديرهم. وهادشي طرا قدام الخالات ديالي جوج، فاتحة والزهرة مشلولية ومالك ونوفل، خوتي الصغار اللي ساكنين في الدار، هادشي كامل وقع قدامهم، وهادشي كله بغاو يشهدوا به. كنطالب سيدنا وسي الحموشي ياخد لي حقي من هاد الناس هادو، هربوا لشارودانت، والله يرحم لكم الوالدين، خدوا لي حقي. هاد الناس راه تعداو عليا وكرفسوني، ما بقيتش كناكل، ما بقيتش كنشرب، ما كيتعداو عليا، انا يتيم، انا الدبلوم ديال السيرفيس ولا كويزين قريت حدي حد 4 ايام، نجحت عام كاليفي، ملي نجحت عام كاليفي قريت عامين تكنيسيان مع صحاب نيفو باك سيرفيس ولا كويزين، يعني دبلوم ديال تكنيسيان في السيرفيس. هاد الناس خسروا ليا وجهي وتعداو عليا، وكنطلب من جلالة محمد السادس الله يعطيك صحتك، خد لي حقي من هاد الناس، الله يرحم لكم الوالدين يا سيدنا، الله يرحم لكم الوالدين.